مركز علم أبناءه أن الإرادة تكسر كل المعيقات وأن الإصرار فوق كل التحديات. يندمج يوسف مع قلمه هنا ليكسو لوحته الفنية بجمال الخطوط العربية. يوسف خالة السرايرة، عمري 13 سنة، صف الثامن، بحب الخط العربي ورسم تمثيلي الجروح. هذه الفئة في الكرك بحاجة ماسة إلى الدعم وإلى الرعاية المادية والمعنوية والجسدية في كل نواحي الحياة. هؤلاء الأطفال بحاجة إلى رعايتهم، إلى تأمينهم بالتدريس المجاني والرعاية الصحية المجانية، أسوة بغيرهم من الأطفال الأسوياء. مركز تم تأسيسه في 2016، بقدم خدمة التوحد والنطق وصعوبات التعلم بالإضافة إلى الإعاقة العقلية والدعم، بالإضافة إلى جلسات النطق، وكما أنه إحنا بنشارك المجتمع المحلي في تقديم الخدمة المجانية لبعض الحالات الإنسانية. إلا أنه هذا القطاع بيعاني من مشاكل كثيرة، اللي هو أنه ما لا يوجد داعمين لهذا المركز، إن كان من شركات أو من مؤسسات أو من الجانب الحكومي. هات أخضر، برافو. هات أصفر، شاطر مثنى. طيب حاليا عندنا 3 مبادرات سوف نطلقها. الأولى اللي هي تدريب داخل المدارس للأطفال اللي بيعانوا من مشاكل في النطق، وراح تكون هذا التدريب مجانا. كمان عندنا مبادرة ثانية للمصابين أو اللي نتج عندهم إعاقات حركية أو في الأطراف نتيجة الحوادث أو نتيجة الخدمة العسكرية، راح نقدم لهم مساعدات بيئية من خلال إنه شو إحنا بنتعاون مع جهات معينة ونقدمها لهم من خلال هذا المجتمع. راح يكون في كمان تعاون مع وزارة التربية والتعليم في إطلاق مبادرة توعوية للأمهات قبل وبعد وأثناء الحمل لتجنب الإصابة في أي إعاقة موجودة في المجتمع.